所有的工作人员，在这个非常时期，对你们的人民不弃不舍，对作为武汉人的我也并没有嫌弃，也并没有抛弃，感谢所有大家的努力，希望所有在这里从武汉回来的摩洛哥人和中国人都健健康康的度过这个隔离期，然后希望所有人都健康有信心的度过这次疫情。他们都是كنشكر البلد ديال المغرب اللي هي ما نسيناهمش وجينا معنا حتى لهنا، وكنشكر الطاقم الطبي كامل انهم مرتاحين حتى هما وناقصهم حتى خير وان في با دو ديفيرونس الحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.